قال سيادة المطران خريستوفوروس عطلة إن ولادة السيد المسيح في معموديته في نهر الأردن يجعلنا كمسيحيين أردنيين أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بتثبيت وجودنا المسيحي والمحافظة عليه في بلادنا المقدسة التي أطلقت للعالم بشارة الخير والسلام. جاء ذلك خلال احتفال الكنيسة الأرثوذكسية الرومية بعيد الظهور الإلهي الإغطاس. المزيد حول هذا الاحتفال المبارك في التقرير التالي. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية الرومية بعيد الظهور الإلهي الإغطاس، حيث أقيمت بهذه المناسبة مراسم الحج السنوي لكافة رعايا المملكة. تضمن احتفالا بالليتورجيا الإلهية في موقع معمودية السيد المسيح المغطس. ترأس الخدمة سيادة المطران خريستوفوروس عطلة بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وحضور دبلوماسيين ووزراء وشخصيات دينية ورسمية وعامة، وسط مشاركة فعالة للمجموعات الكشفية الأرثوذكسية وأفراد الشبيبة وجمهور المؤمنين من مختلف رعايا المملكة. وخلال الاحتفال ألقى المطران خريستوفوروس كلمة روحية ووطنية للمحتفلين، قال فيها إن ولادة السيد المسيح في بلادنا المقدسة ومعموديته في نهر الأردن يجعلنا كمسيحيين أردنيين أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بتثبيت وجودنا المسيحي والمحافظة عليه في بلادنا المقدسة التي أطلقت للعالم بشارة الخير والسلام. هون كان يوحنا مع تلاميذه وحكى لهم هذا هو حمل الله الرافع خطايا العالم. هون يوحنا اعترف وشهد للمسيح، وهون المسيح اتعمد على يدي يوحنا المعمدان. الخالق بنحني أمام المخلوق حتى يعلمنا التواضع ويعلمنا المحبة، كيف نقدر نحب بعضنا البعض وكيف نقدر إنه نعيش بروح التواضع والمحبة. بلادنا مقدسة، البشارة من هون من الأردن، من هذا النهر المجيد المبارك. أبنائي، انتشرت البشارة المسيحية لكل العالم، كل عيون العالم المسيحي لا بل العالم بأكمله، حتى العالم السماوي بهاي اللحظات هي منحنية هون للأردن، لأنه الإله ظهر بالجسد وفي عنا ظهور إلهي الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد المثلث الأقانيم. قديش بركة لإلنا كبيرة إنه نحن أبناء هاي البلاد المقدسة، قديش بركة كبيرة إلنا إنه نحن اليوم موجودين في هذا المكان المقدس، قديش بركة كبيرة إلنا ومسؤولية على عاتقنا إنه نقدر نعيش بهاي المحبة، إيماننا بكل روحانيته حتى ينعكس على حضورنا وعلى وجودنا المسيحي اللي الحي دائم كان في بلادنا، اللي هو كان ثمرة حتى يقدر إنه يكون في عنا عيش مشترك إسلامي ومسيحي مع بعضنا البعض، ونقدر كأبناء للوطن إنه نبني بلدنا وندخل في هاي السنة في المئوية الثانية من الدولة. بركة كبيرة أبنائي، وهذا كله صدقوني لوم العناية الإلهية، ما قدرنا إن نكون بهاي النعم العديدة. نعم منمر في مصاعب، نعم منمر في ضيقات، في نعم منمر في أوبئة، نعم منمر في ظروف عديدة اقتصادية وسياسية وإلى آخره، ولكن في عنا نعم كبيرة مننعم فيها ببلدنا الأردن. في عنا قيادة هاشمية، في عنا بلد آمن ومستقر، في عنا أخوة محبة مع بعضنا البعض، شعب واحد. في عنا كتير نعم وعطايا اللي نحن منتمتع فيها في هذا البلد، واليوم منرفع شكر لربنا. عشان هيك مع صلاة تقديس المي
اليوم تذكرنا كل الآباء والأجداد اللي استشهدوا من أجل الوطن والإيمان طيلة 100 سنة الماضية، لا بل طيلة مئات السنين من الوجود المسيحي في هاي البلاد المقدسة. اليوم ذكرناهم ومن خلالهم منعترف بالجميل اللي ضحوا من أجله، من أجل الوطن، حتى نحن نكون بأمن وباستقرار. وأكد غبطته أن الدور الهاشمي في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية يساهم في دعم وتثبيت الوجود المسيحي، ويساعد غبطة كيريوس كيرستيفورس الثالث بطريرك المدينة المقدسة أمام التحديات الصعبة التي تواجهها الكنيسة في القدس، داعيا إلى ضرورة الالتفات حول غبطته ودعم مواقفه، ما يساهم أيضا في دعم المقدسيين في الحفاظ على وجودهم وممتلكاتهم وحقهم التاريخي في المدينة المقدسة. كما تضرع سيادته إلى الرب الإله أن يمنح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين كل بركة ونعمة من لدنه، مقدما الشكر أيضا لسمو الأمير غازي بن محمد وهيئة المغطس وكل من ساهم في دعم وتطوير الموقع وإنجاح هذه المناسبة. وكلنا ملتفين حول بطريركيتنا المجيدة، بطريركيتنا المقدسية، وجلالة سيدنا الملك المعظم عبد الله الثاني بن الحسين اللي ربنا يحميه ويحفظه. كمان في هاي اللحظات علي أنه كمان أقدم شكر لسمو الأمير غازي على كل محبته وعلى كل ما بيقوم فيه من أجل هذا الموقع حتى يبقى بهاي القدسية، وحتى نحافظ على هويته، على هويته الروحية وعلى هويته ككنز لكل البشرية. فكل الشكر والتقدير لسمو الأمير غازي، لوزارة السياحة والآثار، للهيئة موقع اللجنة الملكية للموقع المغطس، لكل العاملين، لرئيس الهيئة هون كمان عندنا في الموقع، لكل الشخصيات وكل أبناء الوطن اللي نحن منقدر كل واحد فيهم على الدور المهم اللي بيقوموا فيه حتى يبقى هذا المكان المقدس بهذا الطابع الروحي والحضاري، حتى يكون شاهد للعالم بأكمله. ربنا أبنائي يبارك قوات الأمن العام، جيشنا العربي، كل أجهزتنا الأمنية اللي هي صاهرة ليل نهار على تحمي حدود البلاد وتحمي الأمن والاستقرار في بلدنا. ربنا يباركهم كلهم، وربنا يبارك كل إنسان حريص على مواطنته حتى يبقى مواطن صحيح في داخل الوطن. ربنا يبارك أبنائي كل شخص منكم اليوم الموجودين، وكمان بوجه كل الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام اللي إلها دور مهم إنها تنقل كل هاي الأحداث الروحية ورسالة الكنيسة ورسالة بطريركيتنا المقدسية ورسالة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة، اللي بيقود حملة كبيرة من أجل تثبيت الوجود المسيحي والمحافظة على الهوية العربية لبلادنا المقدسة ووجودنا في بلادنا المقدسة وبالأخص بالقدس الحبيبة تحت الرعاية والوصاية الهاشمية اللي نحن دائما منأكد عليها، الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية. ربنا يبارك أبنائنا الشبيبة، مدارس الأحد، الكشافة، وكل اللي تعبوا حتى ينجح اليوم احتفالنا. ربنا يبارك الجميع، كل عام وانتم بخير، نعمة وبركة أبنائي، أمين. وبدوره قال مساعد مدير عام هيئة موقع المغطس الدكتور عبد العزيز العدوان إن إدارة الموقع قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة الاحتفالات بموسم الحج بما يتواءم مع البروتوكول الصحي المتبع لمكافحة جائحة كورونا. بكل سرور وفرح وسعادة في هذا اليوم المبارك
عامة الجموع المصلين المسيحيين من طائفة الروم الأرثوذكس إلى معمودية السيد المسيح عليه السلام في عيد إغطاس الروم الأرثوذكس في المملكة الأردنية الهاشمية شرق النهر، حيث أشادت وجميع المصادر والأدلة على أن معمودية السيد المسيح شرق النهر في المملكة الأردنية الهاشمية، منها الكتاب المقدس وأقوال الرحالة والشواهد الأثرية وجميع رؤساء الطوائف المسيحية في العالم، بأن المعمودية شرق النهر وليست غربي النهر. طبعا في هذا اليوم المبارك واليوم السعيد، اليوم الوطني، اليوم الديني، لقاء الأنبياء والمرسلين، معمودية المسيح عليه السلام جاءت جميع المصلين والحجاج إلى هذا المكان المقدس، حيث التقاء ولقاء يوحنا المعمدان مع السيد المسيح عليه السلام، حيث تمت المعمودية في أخفض مكان في العالم والأقرب إلى السماء، حيث بنيت كنائس أثرية بذكرى عماد السيد المسيح، تحتوي على درج النزول وأكبر حوض أثري مائي للتعميد في العالم. ونشكر القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة ووزارة السياحة والآثار وتنشيط السياحة على جميع ما تقوم فيه من أدوار عظيمة لإنجاح المناسبات الوطنية والدينية والمسيحية. وقبل ذلك نشكر طبعا جلالة الملك عبد الله صاحب الولاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في الأردن وفلسطين، والشكر الجزيل لرئيس مجلس أمناء هيئة موقع المقدس سيدي صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم، حيث أصبح هذا المكان مقصد ديني للحجاج المسيحيين في العالم ووجهة دينية لجميع المسيحيين من شتى أقطار العالم. كل عام والجميع بألف خير. وفي ختام الاحتفال أقام المطران خريستوفورس خدمة تقديس الماء مباركا الحاضرين، ثم غطس الصليب المقدس في النهر كالعادة لتقديسه، ومطلقا الحمام الأبيض رمز الروح القدس الذي رف فوق مياه نهر الأردن عند اعتماد السيد المسيح. سيدنا ورئيس سكناتنا احفظه يا رب لسنين عديدة، يا سيد لسنين عديدة يا سيد.